اللهم صلي صلاة ترضى بها عنا وترضيك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل الهم عن المهمومين يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد قضيت حوائجنا يا رب. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل الهم عن المهمومين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، كنا الليلة الماضية قلنا بتوفيق الله ومدده أن موضوع الكرم والإنفاق في سبيل الله إخواني على حسب ما ينشأ ويربى ويخلق به العبد، أمر طبيعي سجلي في الإنسان يجبل الإنسان عليه، يعني يخلق به أنه دائما يكون كريم. صليتم على رسول الله، نسأل الله أن يجعلنا من الكرماء في الدنيا والآخرة، لأن أهل الكرم في الدنيا أهل الكرم في الآخرة. صليتم على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. تعال أكلمك على جناح السرعة، بسرعة جدا. ما فائدة الصدقة في سبيل الله؟ رقم واحد، صل بنا على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا. يا إخواننا الشمس سوف تدنو من الرؤوس، يا إخواننا الشمس فوق الرؤوس، فيذوب الناس في عرقهم، منهم من يصل إلى كعبه. تخيل واحد كده إخواننا بيخوض في العرق، بيمشي في العرق. الله الله الله، وما أنت رائحة العرق. صليتم على رسول الله. ومنهم من يصل إلى ركبته، يا نهار أبيض، والله إلى ركبته، ده كلام سيدنا النبي إخواننا، مش تحليل من عندي. صليتم على رسول الله. ومنهم إلى سرته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما حتى يتمنى أهل المحشر. وأهل إخواني في الله، أرد أهل المحشر يوم القيامة يتمنون أن ينصرفوا ولو إلى النار. طلعنا من الموقف ده حتى، ولا هتودينا فين؟ لأنهم ظنوا أن النار أخف، ظنوا أن النار أقل. نسأل الله أن يدخلنا الجنة مع رسول الله. قال النبي: سبعة يظلهم الله بظله. قيل ظل يخلقه الله يوم القيامة، لأن في الظل هناك فيش مظلة، وقيل في ظل عرش الملك. سبعة، من بين السبعة ورجل تصدق بصدقة فإيه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله الله، يعني تجارته مع الله. يبقى رقم واحد أن المتصدق في ظل عرش الرحمن. رقم اثنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه. تتخيل التاني يقول يا إخواني: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الله الله، ثلاثة يا إخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب، ملك الملوك يغضب يوم القيامة غضب. صليتم على رسول الله. أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من المنجيات من غضب الله يوم القيامة الصدقة. رقم أربعة، يبعث المرء يوم القيامة في ظل صدقته. الله، صليتم على رسول الله. قال رسول الله بأبي أمي صلوات الله عليه، اسمع، بأبي وأمي يقول: داووا مرضاكم. عندك مرض، عندك تعب، عندك مشاكل، الواد معاكس معاك، امراتك مورياك الهنا، تصدق. صليتم على رسول الله، حلوة كلمة الهنا دي، صليتم على رسول الله. تصدق، انفق بتلك النية ان يشفي ولدك، ان يهدي ابنك، ان ينجح اخواننا في الله، ان ينجح الواد ان شاء الله، مش عارفه تخرج من الأزمة. الله تكلم في كتابه يقول عن ثلاثة إخواني أن بفضل الله رب العالمين تجارتهم لن تبور. في ثلاثة لن تبور التجارة بتاعتهم، دايما التجارة بتاعتهم إخواننا كسبانة كسبانة إخواني. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد بعد الصلاة على رسول الله، من هؤلاء الثلاثة؟ نمبر ون مش محمد رمضان، صليتم على رسول الله. نمبر ون الثلاثة اللي جايين دول يا إخواننا، من هم؟ قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله. واحد، وانت منهم في رمضان هو. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ثلاثة، وآتوا الزكاة يرجون تجارة يعد الملك أنها لن تبور. صليتم على رسول الله. فإخوتي الصدقة بوابة
من دخلها دخل في كل سعادة في الدنيا والآخرة. هل تتخيل قد أمرنا بالإنفاق في الحياة قبل أن أموت، ولو تمنى الميت أن يعود ليعمل عمل لتمنى أن إيه؟ يصلي الفجر؟ قالوا يتصدق. إزاي؟ اقرأ الآية الأخيرة من سورة المنافقون، يقول الملك: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون، صليتوا على رسول الله، لعلي أعمل صالحا. تعمل يا طيب؟ فأصدق وأكن من الصالحين. صليتم على رسول الله. الصدقة يا إخواني في الله بوابة، من دخل فيها دخل في السعادة في الدنيا والآخرة. لأجل ذلك تجد هؤلاء، تجدهم في أمن وأمان وسعادة واستقرار. موضوع الصدقة ليس بالعدد، إنما بالنية وإخلاص النية لله. قلنا أن النبي قال لأم عائشة: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. نعم يا أيها الإخوة، قلت لك الليلة الماضية أن هناك يا إخواني في الله رجلا غلب حاتم الطائي. حاتم الطائي يا إخواني يضرب به المثل في الكرم، مع أنه مات على غير الإسلام، صليتم على رسول الله. والدليل على أنه مات على غير الإسلام لما وقعت بنت حاتم الطائي في الأسرة في غزوة من الغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت أسيرة، فمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأسرة فقالت: يا محمد صليتم على رسول الله، أنا ابنة حاتم الطائي، إن أبي كان يطعم الجائع. يا الله يا الله، لما أبوك يكون رجل صالح، صليتم على رسول الله، شو بتقول لي يا أخوانا؟ قالت يا محمد إن أبي كان يطعم الجائع ويكسي العريان ويعين على نوائب الدهر وفي حاجات الناس. فقال النبي: ابنة من هذه؟ قالوا: ابنة حاتم. قال الحبيب المصطفى، قال: أطلقوا سراحها، إن أباها صليتم على رسول الله كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، وإن مكارم الأخلاق من الإيمان، صليتم على رسول الله إكراما لها. الشاهد حاتم الطائي إخواني وصلت به الحال أنه ربما يفكر أن يذبح ولده ليكرم الضيف يا إخواني في الله. يا إخواننا الكرم بالجود بالموجود. أدخل على الغرفة بتاعت فيها الأكل، هات أي أكل ويطلع خلاص اللي عندك، لا يكلف الله نفسا إلا، بس مش تركن الحاجة الحلوة وتطلع للضيف دول ومعلش يا معلم والله الظروف وإحنا مخلينا. الله يتوب علينا يا رب. صليتم على رسول الله. فحاتم الطائي ما نزل عليه ضيفان بالليل ولا بالنهار إلا يا إخواننا بيت حاتم 24 ساعة الدخانة طلع من بيته، يعني أكل على طول. فقيل له يوما: يا حاتم بالصراحة كده، أهناك من غلبك في الكرم؟ قال: نعم. ممكن واحد راكب خط يا إخوانه مش عايز ينزل منه، فاكر كل الناس إيه يا إخواني في الله إن أحسن من الناس كلها. يا حاتم أهناك من غلبك؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: غلام يتيم. غلام ويتيم يا إخواني. الغلام تتخيل سنه كم سنة يا إخواني؟ كلمة غلام في اللغة العربية والشرع يقولوا الواد ده غلام كم يا إخواني؟ بس يا إخواننا الغلام تطلق على المولود من ساعة ولادته إلى ما دون الحلم، ما دون الإيه؟ الحلم. قالت زكريا عليه السلام: قال ربي أنى يكون لي غلام. غلام، صليتم على رسول الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، صح يا إخوانا؟ صليتم على رسول الله. ولسه احنا قارينها دلوقتي: وإذ قال موسى لفتاه، يعني غلامه، صليتم على سيدنا رسول الله. وسيدنا النبي قال لعبد الله بن عباس: يا غلام. فكلمة غلام يا شباب يا إخوانا يعني من الولادة إلى سن قبل مرحلة البلوغ لغاية 13 سنة يسمى غلام. فتخيل غلام ولو كان 13 سنة غلب حاتم الطائي، من الذي ربى الغلام؟ يا إخوانا ده احنا الواد بيتولد بالحصالة، تشتري له حصالة تقول له: ياه دي بتاعتك وحشن، ياه هات كذا. ويا سلام لو قلت له: ما تديني بابا 5 جنيه بس اكل، يقول لك: ابدا لا والله ما ينفع.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده إيه أبوك. أي حبيبي الأب ده عامل زي الإسفنجة. صليتم على رسول الله أخوانا؟ أيوة، ابنك ده عامل زي الإسفنجة بيمسح أي حاجة قدامه ياكلها. يطلع الواد أبوه شايفه رايح المسجد يطلع المسجد على طول، ولو مال شوية حيرجع للمسجد برضك، لأن احنا لسه قايلينها وأبوهما كان صالحا. لسه الشيخ هيقرأها دولك شيخ سعيد. كان أبوهما صالحا. عايز أولادك ينصلح، انصلح أنت، انصلح أنت، تنصلح أولادك. هيشوفك رايح بإذن الله تبارك وتعالى المسجد هيروح المسجد، شايفك في كل شوية يا ابني ما تندهلي على أبوك من على القهوة. الواد هيطلع إيه لما يصبح الواد الصبح ويشوف أبوه بيشيش الشيشة ومعبيها مية وملمحها كده على الفطار وشكلها يخلع القلب. صليت على رسول الله. ده في واحد يزينها كده ويجيب لها ترتر وحاجات شغل عالي ولمون عليها كده الله يطلع الواد إيه. صليتم على رسول الله. خلي بالك أنت بفعلك أكبر مربي لولدك، فاتق الله في ولدك. الشاهد قال له كيف غلبك؟ اللي هو عنده 13 سنة. قال كنت في يوم من الأيام في الصحراء فنزلت في خيمة أشتري، أردت جرعة ماء، قلت على الله الراجل ده يديني شوية مية. فدخل فإذا غلام له 10 رؤوس من الغنم، 10 رؤوس 10 نعجات. فلما دخلت فأجلسني وجاء بالموجود والماء ثم غاب عني ساعة، ثم جاء إلي بلحم، صليت على رسول الله، بلحم خروف برأسه. فقلت ما هذا غلام؟ قال هذا شيء، تفضل. وهو لا يعرف دمين ولا دمين. وكان ربما كان حاتم الطائي يحب لحم الرأس لأنه خفيف جدا وقطع صغيرة جدا. فلما بدأ حاتم يأكل من الرأس فاستطيبها. يعني استطيبها؟ قال الله، والله جميل، والله عسل. راح غاب عنه الغلام مرة تانية، طلع برا ورجع فجاب له رأس تانية فأكل حاتم. جزاك الله، على فكرة كأني ما أكلت لحم رأس غير ذلك. فغاب عنه فجاء بالرأس الثالثة. صليتم على رسول الله. فمكس عنه الشاب يطلع ويجيب رؤوس، يطلع ويجيب رؤوس. فخرج حاتم فوجد ما حول الخيمة قد امتلأ بالدم. قال ماذا فعلت؟ قال لقد ذبحت ما أملك. قال كيف يا غلام؟ قال إنه من العار، وإنها لسبة عند العرب أن تشتهي شيئا أملكه وأبخل به. دي سبة، إنك أنت تشتهي حاجة ويكون أنا أقدر أعملها وما إيه ما عملهاش. بس إحنا مش عارفين إحنا عرب ولا إيه إخواننا. صليتم على رسول الله. والله ما عارفين يا إخوان. صليت والله يا أدم أنا أقدر على حاجة أعملها. فقال له السائل فبما كافأته؟ كفأت حاتم بإيه؟ قال لقد أرسلت إليه 500 رأس من الغنم. 500 عدت معادي. أنت شايفك وأنت شايف الغنم وهي معدية كده 500 رأس. على ما أعتقد جميعنا ما رأى 500 رأس. في حد شاف 500 رأس يا إخواني؟ موضوعة كده في مكان واحد ده يملأوا الشارع لغاية الناحية الثانية ب500. الله يفتح عليك. صليتم على رسول الله. الشاهد صلينا على سيدنا رسول الله 500 رأس من الغنم و300 رأس من الإبل الحمراء. الراجل ده عدى ولا عداش يا إخوانا؟ ده عدى، مش عارف، عدى بصاروخ. فقالوا يا حاتم يا رجل أنت هتهزأ بينا، أنت بتمسخر علينا ولا إيه؟ كيف هو غلبك؟ قال هو لقد جاد بكل ما يملك، أما حاتم فقد جاد بشيء مما يملك. هكذا تكون يا إخوان الإنفاق في سبيل الله. حبيبي الأيام دي أيامك، فلا تتحجج بفقر فهناك من هو أفقر منك، ولا تتحجج بحاجة فهناك من هو أشد منك حاجة، ولو بشيء يسير ربما يستحقره الناس، لكنك أنت تتصدق لمن؟ لله رب العالمين. أحد الرجال هم التجار، استدان في تجارته 7 مليون فتراكمت عليه الديون ففشلت التجارة،
فجاء إليه صاحب المال اللي هو لي 7 مليون. ركز بس عشان تعرف كيف الله تبارك وتعالى يقدر الأمور. فجاء صاحب المال ليأخذ 7 مليون ريال، فقال له الراجل الأفلس: والله يا أخي ما معي غير 1,000,000، خده وربنا يسهل الأمور وإن شاء الله حدي لك حقك. وكان رجلا صادقا، قال له أبدا. طلع الراجل تاني يوم على محضر على طول: يا معلم صليت مع رسول الله؟ تاني يوم الصبح هوب خدوا الراجل على طول ووضع في السجن بلبسه كامل كده، خلاص كده نزل عليه كده وخدوه مش ودخل المحبس وحبس مش عارف على أزمة القضية كام والكلام ده، ومعه سجناء غرماء فبيسألوا بعض: انت عليك كام؟ بيقولوا انا عليه 70,000 ريال، وانت عليه 5,000، وانت عليه 20,000، وانت عليه 50، وانت عليه 100. هل طب كنت بقولوا كل اللي عليكم؟ وكان عددهم مثلا يزيد 30-40 واحد، الموضوع كله ما وصلش في حركة 300-400,000. فأخرج الشيك من جيبه، كتب لكل واحد شيك 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 شيك، انداهوا كده وعملوا صلح يلا واطلعوا برا. فأخرج من معه. هكذا المؤمن كمثل الغيث أينما وقع نفع، فأخرج من معه. فإذا بالعساكر يبلغ المأمور، المأمور يبلغ إخواني في الله: أنت بتعمل إيه؟ قال ولا خلاص كده كده أنا مش هطلع معيش 70. أهلا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة مؤمن فرج الله عليه في الدنيا والآخرة. خلاص خلينا أنا بس أقعد وخلدوا لا يروحوا لأهليه. رفع الأمر إلى المأمور، المأمور رفع إلى أمير المنطقة. قصة غريبة. فجاء أمير المنطقة قال: ماذا عليك ولما فعلت؟ قال: تجارة مع الله، لأن كده كده أنا مش هطلع علي 7 مليون ودول يحتاجوا حاجة بسيطة. فقال أمير المنطقة: ائتوا إلي بصاحب الدين. فجاء الرجل ده فعلا اللي عندك 7 مليون؟ قال له آه. فعلا عرض عليك أنك تأخذ 1,000,000؟ قال له آه. صليت على رسول. فعلم بأن هذا الرجل رجل صادق، قال: وأنا أدفع 7 مليون إكراما لقول النبي: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. عيش على هذا إخواني كما تدين تدان. والنبي يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الفقراء ينتظرونك. الراجل اللي اديته السنة الفاتت حاول بأقصى جهدك تدينه السنة دي، لأنهم هم يأسوه. لك الأيام دي فيهاش حاجة ولا حد حقيل بسعيد، كذب والله. بيك أو من غيرك إن شاء الله سوف يأتي الفقراء بملابس العيد وحيفرحوا. وأسأل الله أن يرزق الجميع. أحبكم في الله.